بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شيخ الحائض هل تقرأ القرآن يا شيخ؟ الحائض لا تقرأ القرآن إلا لحاجة أو مصلحة، فالحاجة مثل أن تخاف من نسيانه، أو تكون معلمة تقرأ القرآن على الطالبات، أو تكون متعلمة تسمع المدرسة ما حفظت من القرآن، هذه حاجة. فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. أو امرأة تخاف أن تنسى القرآن فلا بأس أن تقرأ القرآن، وما عدا ذلك فالأفضل ألا تقرأ. ومن المصلحة والحاجة الأوراد، يعني مثل آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، تقرأها. نعم.